بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء الكرام الأفاضل، معكم البشير ولد الطاهر ولد العروسي الحمادي الملقب بالزبير، رئيس منظمة عالمية للشؤون الصحراوية ورئيس جمعية الصحراء المغربية بإيطاليا، ممثل الجالية المغربية. لهذا السبب نحن اليوم هنا في هذه البلدة، ونحن أبناء البلدة ونحن أبناء هذه البلدة وأبناء هذا الوطن وأبناء الشعب المغربي كافة، نندد بهذا الذي وقع في بلادنا، ونحن في الغربة ونسمع كثيرا من هذا الأكلام، ولكن لأول مرة اليوم لقد حضرنا مع إخواننا في فاسك في هذه البلدة، واليوم بغينا نتكلموا على القضية اللي فيها إخوان واحلين فيها الأيت حماد كاملين، قضية التراب ديال توفليتي حماد. توفليتي حماد مقسمة أخماس فيها 13 خمس معروفة عند الصغير وعند الكبير، والناس كاملة تعرفها، واليوم ما نبغوا حد يجي يتعدى على توفليتي حماد إلا بحقه يدي حقه. واليوم راه ماشي واحد، ما كنقصدوا واحد الانسان هنا، راه واحد العدد، راه كاين 160 استمرار هنا. الله يكثر خيركم، كنطالبوا بهاد الناس اللي عندهم 30 هكتار 40 هكتار 100 هكتار 200 هكتار كلهم يحطوا الاستمرارات باش نشوفوا شكون باعوا لهم ولمن باعوا. الله يكثر خيركم، ما بغيناش نخلطوا الاوراق، وما بغيناش بلادنا توصل لهاد الانحطاط، وما بغيناش بلادنا تدخل المحاكم مع 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 الانسان اللي واخذ لها ارضها، لان المحاكم طول الامد. واليوم حنا رانا بغينا باش هاد الحل هذا يكون عند الدوله، بغينا العداله تدخل لهذا الميدان، بغينا توثيق الاوراق، يشوفوا الاوراق ديال هاد الناس ويشوفوا الاوراق اللي عند القبيله ويشوفوا كيفاش كتقسم هاد القبيله هذه. توفليتي حماد عندها قانون، عندها حقوق، عندها واجبات، عندها خدمه مقسمه من اوائل الاوائل من اجدادنا، ماشي اليوم. اليوم ماشي غادي نقسموا حنا توفليت عندها ظهير شريف مقسم زمان 100 سنه واكثر. واليوم كنطلبوا من الدوله وكنطلبوا من المسؤولين ديالنا باش يتدخلوا وباش يفكوا هاد المشاكل هادو، لان الخير في الحمد لله في الصلح، الخير في الصلح، وبغينا نتصالحوا مع هاد الناس. راهم كامل ولاد عمنا، راه ماشي عدو، راهم كاملين حماد، وراه ما هو واحد ولا جوج ولا 10، راهم كثار، وبغيناهم الله يكثر خيركم يستجبوا للنداء، لهذا النداء، واش يجيبوا لنا اوراقهم ونحققوهم عند الدوله باش نثبتوا الاوراق. ماشي غير تجي انت تهرف على واحد عدد ديال الارض ديال المساكين وديال الارامل وديال النساء وديال الايتام، هذا الشيء راه مخلط. وكنطلبوا الحمد لله بهذا الكم اللي حاضر اليوم وهذا الشيء اللي شفت عيني اليوم، وانا لاول مره نجي، والله العظيم الا شيء يؤسف، والله شيء يوجع في القلب، والله نساء رجال اطفال شيوخ كهول، هذا الشيء راه بزاف. لهذا كنطلبوا منكم باش تدخلوا في اسرع وقت باش تطفيوا هذا النار. الله يكثر خيركم الناس المسؤولين في الدوله والعداله خاصه، الله يكثر خيركم. وكنشكر الناس الحضور، الناس اللي حاضرين كاملين هنا من اخواننا من مدينه الرباط، فين هو الاخ اللي كان كيتكلم قبيله، من مدينه الرباط حياه الله، الاخوان كامل اللي جاوا تعبين من 1000 كيلومتر، ما هي سهله باش تجي من الرباط باش تحضر لهذه الوقفه هذه، وجات الناس من طنطان وجات الناس من اكادير وجات الناس من الخارج، وهذا الشيء راه شيء لا يرثى له والله العظيم. نبغينا الحمد لله باش هذا الشيء تفك على بخير وعلى خير، وراهم هذوك الناس سيد حماد اخوتنا، راه ما جانا حد براني، والله يكثر خيركم، مرحبا وسهلا، تحياتي للجميع. توفيت احمد 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 يؤتيكم خيرا. اننا نندد بشده بالعبارات المكتوبه صباح اليوم على الجدران، انها مكيده للتشريف. عاش فنحن دائما سيد حماد، إننا نندد بشدة بالعبارات المكتوبة على الجدران صباح اليوم، إنها مكيدة للتشويش على هذه الوقفة التاريخية. أيها الإخوة والأخوات، عندما تتشبعون بثقافة التضامن والتآزر والتعاون، تأكدوا جيدا أنه لن ينال منكم أحد مهما كانت قوته وجبروته. لقد دقت ساعة الحقيقة
معلنة نهاية زمن التساهل والتراخي في مواجهة من يستغلون التفرقة والشتات في عملية السطو على أملاك المستضعفين من فقراء وأرامل ويتامى بمختلف الطرق الملتوية والمشبوهة. وعلى هذا الأساس فلنكن عونا لبعضنا ونتعايش في ظل الآراء على اختلافها في جو من الاحترام ورحابة الصدر والحوار الصريح ومواكبة القول بالعمل. فاليوم مطالبين قبل الغد باليقظة الدائمة والتعبئة المستمرة للحفاظ على مجالنا الترابي كما حفظ عليه أسلافنا وأجدادنا عبر سنين مضت. أيها الرفقاء، فمن يعيش في خوف وضعف لن يكون حرا، أكرر، فمن يعيش في خوف وضعف لن يكون حرا أبدا. فاعلموا جيدا أن أصحاب النفوس العظيمة دائما ما يواجهون مقاومة عنيفة من أصحاب العقول الضعيفة أو العقول البسيطة. فاعلموا جيدا أن أصحاب النفوس العظيمة دائما ما يواجهون مقاومة عنيفة من أصحاب العقول البسيطة. هكذا ما علمتنا الحياة. قد يتقبل الكثير منكم النصح، لكن الحكماء منكم فقط من يلتقطون ذلك. أيها الحضور الكريم، إن ساكنة فاس تجتاز ظرفية أقل ما يمكن أنها عصيبة بسبب تراكمات سياسوية ضيقة، الشيء الذي يفرض علينا تعبئة كل الفعاليات داخل الوطن وخارجه. إن ساكنة فاس تجتاز ظرفية أقل ما يمكن أنها عصيبة بسبب تراكمات سياسوية ضيقة، الشيء الذي يفرض علينا تعبئة كل الفعاليات داخل الوطن وخارجه من أجل مجابهة ظاهرة ناهب العقار وتعطيل مقاصدهم بكل الوسائل الممكنة. فالتنديد والاستنكار لا يكفيان، بل يجب تحصين الجسد الحمادي وتقوية مناعته. فلعلم من تسول له نفسه الاستيلاء على أراضي الأغيار، أن الله يمهل ولا يهمل. وأقول لهم إن لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم، الخير بالخير والبادئ أكرم، والشر بالشر والبادئ أظلم. وأقول لهم إن لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم، الخير بالخير والبادئ أكرم، والشر بالشر والبادئ أظلم. فنحن على درب أجدادنا سائرون، إن الله عادل سيؤتي كل ذي حق حقه ولو بعد حين. والسلام عليكم وشكرا. الحمد لله وحده ملي كاع حضرنا اليوم في بلادنا، وهذا الشيء نتاع بلادنا القرون في القرون ما عمرو وقع لينا كيما واحد 4 سنين هذو ولا 5 سنين. وهذا الشيء انا لله وانا اليه راجعون. وانا كيقولوا جينا داخلين لبلادنا وزمرنا في الحيوط كاتبين بوليزاريو، شكون كاتب هذا الشيء؟ الوداديات، انا راه من الوداديه الفرنساويه، وراها ها الحقوق ديالي وها الحقوق تاع الوداديات، راه ماشي انا اللي عطاه لينا من 75 وحنا مدابزين مع بوليزاريو ومدابزين مع العدو. وحنا ارضنا ما عمرناها تباعد فيها الناس اللي جايين من كل بلاصه ما عمرنا عرفناهم، والحمد لله على بلادنا. حنا ارضنا ونموت على مالكنا ونموت على ارضنا ونموت على توفليت نتاعتنا ونموت على اخونا والخوين نعرف الله عليهم وليهم الدين، راه ما ندوم على والو.
كيقولوا لك من الحيوط الوداديه في الدور الخارج كيعاونوا البوليساريو. ها الحمد لله تاع الوداديه، ها هو راه بشير اللي درتو، راه الملك اللي عطاه لينا وحنا بدابزين وهما ناعسين. علاش؟ على الحماس نتاع البلاد، على الحماس ديال البلاد في كل حاجه، في كل مصلحه اللي ما عنده الحماس نتاع بلاده. إنا لله وإنا راجعون، والله صل الملك، وحنا المغاربة حرين، وحياكم الله. شكرا. ديالنا ودير لايك للفيديو، بارطاجي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، جريدة أرض بلادي، جريدة وطنية متجددة على مدار الساعة.